ودي مش معمولة للناس اللي بتتضايق من الحواديت دي. تاني، الحكاية دي مش معمولة للناس اللي بتتضايق من الحكاية دي، إنما هي معمولة للناس اللي بتحب تسمع الحكاية دي. أبل طلعت آيفون جديد اللي هو الآيفون 14، وفي الآيفون 13 والآيفون 12 والآيفون 11، كل الآيفونات اللي نزلت مصر الشوية اللي بينزلوا في الأول دول بيبقوا غاليين جدا، اللي هو الباشا اللي عايز الآيفون ينزل في أمريكا وبعد أسبوع يبقى في جيبه، ده بيعدي من خلال تجار بيجيبوه بطريقة أو بأخرى. فده دايما اللي هو زي يعني زهرات كده، يعني زي الفاكهة بشاير في الأول، ده بيبقى غالي، بعد كده السعر بيبقى مختلف. الآيفون رسميا لم ينزل في مصر، يعني أنا كنت في دبي كانت الطوابير واقفة من الفجر لأنه نزل في دبي، طبعا سعره نص السعر اللي بيتباع فيه في مصر دلوقتي. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ الاستاذ محمد طلعت رئيس شعبه الاتصالات والمحمول بالغرفه التجاريه، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين، ربنا يخلي حضرتك. الايفون 14 برو ماكس بيتباع ب 60,000 جنيه، صحيح الكلام ده؟ لا حضرتك، هو في ايفون اللي هو ال 14 ده، في من اللي هو العادي وفي البرو ماكس. أيوة. العادي ده في السوق بحوالي 28,000 جنيه العادي. لا بس هو يعني اتفضل فندم. في كمان البرو ماكس حضرتك ده منه اللي هو بيبقى ال 256، ده في حدود في السوق بحوالي 50,000 جنيه. انما الواحد تيرا اللي هو اعلى واحد فيهم ده لا في 512، مش واحد تيرا، 512 بحوالي 60,000 جنيه برضك حدود السعر. ده بقى ايه سر ان هو اعلى كتير من سعره بره؟ وهل حضرتك متوقع انه لما ينزل رسمي هيبقى بنفس السعر ده؟ هو الوكيل بتاعه هو قال فيه خلال اسبوعين هينزل رسمي وهيبقى يتحدد سعره، لكن هو طبعا احنا قلنا له السعر كام؟ قال لك لا حاليا دلوقتي ما اقدرش اديك سعر. انما انت شايف ان السعر اللي نازل ده اللي هو عند بعض تجار التجزئه المعروفين ده غالي يا فندم دلوقتي حضرتك طبعا عشان لسه نازل حضرتك، فالحاجات دي بتبقى في الاول سعرها بيبقى عالي عشان بياخد زي ما تقول اول اطفى الاولانيه. انما انتوا مالكمش دور في هذه المساله انه لا احنا حضرتك اصل انت عارف حضرتك طبعا انت عارف الاستيراد بتاع اصلا التليفونات واقف حضرتك، فهو ده انت عارف طبعا بيجي اللي هو الكري حضرتك وكده، يعني مش بيجي رسمي. يعني ايه الاستيراد بتاع التليفونات واقف؟ التليفونات حياتك المحموله واقفه، ما فيش استيراد حياتك. امال هو الوكيل هيدخله ازاي؟ ما اعرفش بقى دخل يمكن شويه كده، ما اعرفش. ده الوكيل النهارده قال لي انا اسبوعين وهكون منزل ان شاء الله. لا دي واحده، يعني هو في مصر الان لو اي موبايل سامسونج ايفون او ممنوع حد يستورد موبايلات في مصر؟ ما اعرفش المعلومه اصلي. لا مش موضوع ممنوع، هو حياتك طبعا انت عارف حياتك عشان خاطر الاعتمادات والحكايه بتاعت روسيا واوكرانيا وكده، والدنيا واقفه يعني شويه، فواقفين باستيراد شويه، بس في بعض التليفونات بتخش حضرتك. لا بدليل ان هو موجود، يعني اللي عايز الايفون ده وعايز يعني يتجنن ويدفع فيه 60,000 جنيه او 50,000 جنيه وما يستناش، كل واحد حر يعني. بالظبط يا فندم. انما الطبيعي اللي احنا متعودينه دايما انه بعد مده بينزل بسعر يعني اللي هو قريب من سعره بره يعني. بالظبط يا فندم، مظبوط. كمان ده اسبوعين حضرتك هتلاقي السعر بقى ستيبل في السوق، والسعر بتاعه بقى اللي هو اللي يعتبر قريب من الحقيقه يعني. طب لو الدوله قالت والله يا جماعه مش لازم ايفون 14، يعني مش لازم نجيب لكم الايفون 14، ما عندناش الدولارات عشان نعمل الكلام ده، هل ده يبقى منطق جيد يعني؟ هو حضرتك هو بس في حاجه في الايفون 14
اللي هي الاسم حضرتك ده، حضرتك بتبقى اسم دي بتبقى ابلكيشن بيبقى بينزل على تليفون حضرتك عشان خاطر ممكن يشغل كذا شريحه، خطين شغل خطين، اللي هو هيبقى عليه اللي فيه الشريحه وفي الاي اللي هي الثانيه، فيبقى عندك نمرتين على الموبايل. بالظبط يا فندم. بس احنا ممكن نقدر نعيش من غير الموبايل ابو شريحتين ده او خطين يعني؟ ايه المشكله حضرتك؟ طب ما عند حضرتك السرتين ده حضرتك بردك اللي هو قبل ده في الاسم برضك موجود فيه، لكن ما حدش هنا في مصر طبعا لا، ما هو هيستخدمه ازاي اذا كانت شركات الاتصالات لسه ما فعلتوش؟ بالظبط، لازم يبقى في اتصالات، شركات الاتصالات يبقى عندها الكلام ده كده في السوفت وير بتاعها عشان تقدر تنزل الابلكيشن ده حضرتك. انما الاعتماد بتاع مثلا حاجه زي موبايل الايفون 14 ده رقم كبير يعني؟ رقم الدولة هتطلع دولارات كتيرة ولا مش رقم كبير؟ لا طبعا رقم كبير حضرتك، طبعا رقم كبير يعني. ما تلاقي تليفون يعني مثلا ده بيوصل حاجة وبيوصل فيه مثلا منهم لون، بيبقى اللون بيفرق حوالي بتاع 3000 جنيه كمان يعني، حوالي 3000. لا ما بقولش على اللون، الاعتماد اللي تبقى محتاجه عشان تستورد شحنة ايفون للبلد هنا ده يكلف الدولة دولارات كتير؟ أكيد يا فندم، طبعا أكيد هيجيب كميات قد إيه حسب ما هيجيب الكميات اللي هيجيبها، وبعدين يبقى ده واخد توكيل، يبقى لازم ملزم ياخد كميات معينة، كميات مش قليلة، كميات كبيرة عشان يقدر يجيب الحاجات دي. أستاذ محمد طلعت رئيس شعبة اتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، بشكرك شكرا جزيلا.